ندومتي اكتر جبنة بتفرد في مصر، يعني مصلحة لسيد الونش عشان دومتي ال 80 جرام بتفرد مع لحد 5 سندوتشات. مصلحة الاستاذ وائل وزمايله بيجيبوا دومتي بلس النص كيلو بتعمل معاهم 20 فيلو. مصلحة المدام هناء اللي عندها 3 عيال دومتي الكيلو بتقعد معاها اسبوع وتعمل 40 فيلو. مصلحة لابو نسمة بتاع العيش شغال نار، كل ما دومتي تفرد اكتر هو يبيع اكتر. مصلحة العم ابراهيم البقال بدلع زباين ومأمن نفسه بكل الاحجام وكل الانواع. جبنة دومتي مصلحة الكل، احلى فرد احلى توفير احلى طعم جبنة في مصر. دومتي جبنة من الاخر.